في نينوى فجرت القوات الأمنية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل فجرت سيارة ملغمة تحت السيطرة دون وقوع خسائر. مراسلنا في الموصل قال إن قوة من شرطة نينوى فجرت سيارة مفخخة من نوع كيا كانت مركونة بالقرب من الجسر الرابع في الجانب الأيسر من الموصل، مشيرا إلى أن الحادثة تمثل الأولى من نوعها في المدينة بعد إعلان تحريرها من داعش قبل 9 أشهر، مبينا أن التفجير لم يخلف خسائر مادية أو بشرية. وعقب ذلك فرضت القوات الأمنية إجراءات أمنية مشددة في جانبي الموصل الأيمن والأيسر، كما كثفت من نقاط التفتيش في الطرق الرئيسية. Thank you.